تشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة إسرائيل عام 1948، لكنها مختلفة بعض الشيء في منطقة النقب، وازدادت وتيرتها منذ 7 أكتوبر. وسنسلط الضوء على عرب الداخل في منطقة النقب وزيادة التضييق عليهم هناك. تبلغ مساحة النقب نحو 14,000 كيلومتر مربع، عدد عرب الداخل فيها يقارب 200,000 نسمة، أكثر من 100,000 منهم تهددهم إسرائيل بالترحيل بعد تدمير منازلهم، أي نصف عددهم. وبلغ عدد المنازل التي هدمت بين عامي 2015 و2020 نحو 10,000 مبنى في البلدات العربية بالنقب. ينتشر 40% من سكان النقب في 35 قرية ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها، وتحرم سكانها من حقوقهم الأساسية كالمياه والكهرباء والنقل والصحة والتعليم، ويواجهون تهديدا مستمرا بالإخلاء أو التهجير القسري وعمليات الهدم، فيما تم حصر 60% منهم في 7 بلدات و11 قرية تفتقر هي أيضا للبنى التحتية. أما قرية العراقيب فقد دمرت قوات الاحتلال بيوت العرب فيها أكثر من 223 مرة، ليعيد أهلها بناءها في كل مرة من الخشب والبلاستيك والصفيح. ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر. ومنذ 7 أكتوبر الماضي لم يعد الأمر يتوقف عند الهدم، بل إن 22 تجمعا تم تهجيرهم تحت قوة السلاح. وفي آخر عملية بالنقب هدمت قوات الاحتلال 47 منزلا في وادي الخليل لعائلة تقيم في هذه المنازل منذ عشرات السنين، وشردت نحو 500 شخص باتوا دون مأوى. وللنقب أهمية بالغة لإسرائيل، إذ تغطي نحو 60% من مساحتها وتوفر فضاء واسعا لتوطين اليهود، وتقيم إسرائيل مشاريع اقتصادية واسعة يتيحها غنى النقب بالثروات المعدنية وامتلاكها إمكانات زراعية. وأقام الاحتلال في صحراء النقب أهم مشاريعه الاستراتيجية، وعلى رأسها مفاعل ديمون النووي، وقواعد عسكرية وأمنية، وقواعد جوية، ومراكز تدريب، والكليات العسكرية، وسجون ومحطات تجسس هي الأضخم في الشرق الأوسط. إذن سياسة الضغط الإسرائيلي على الفلسطينيين مستمرة بكل الأشكال والأسلحة، ومستمرة أيضا في تدمير بيوت العرب في النقب بحسب وزير الأمن الإسرائيلي، الذي وصف هدم عشرات المنازل هناك بالخطوة المهمة، مع وعود بهدم المزيد من المنازل.